بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مع شرح بسيط لطريقة كتابة البحث للصف الأول الثانوي الزراعي. الأبحاث المطلوبة 3 أبحاث بعناوين مختلفة. إيه المطلوب مني أول ما أجي أعمل البحث؟ أول حاجة أحصل على الكود الخاص بي من الموقع الإلكتروني اللي أنا نشره ده باللون الأحمر. نمرة 2، أختار موضوع من الـ3. أنا مش هكتب في الـ3، هكتب في واحد بس. الأول عنوان وتسميد الحاصلات البستانية في الأراضي الجديدة، الثاني أهمية الإنتاج الحيواني والداجيني، الثالث علاقة الإنتاج الحيواني والداجيني بالإنتاج النباتي. بعد ما أختار موضوع البحث أنا ببتدي أكتب البحث يدويا، بسلم الأصل للمدرسة وبحتفظ بصورة منه وباخد إيصال استلام. بفضل طبعا إن أنا أستعين بمصادر علمية للبحث مثل الكتاب المدرسي، وده المفضل في الأول، والمكتبة الرقمية لبنك المعرفة. بحدد عنوان البحث وأحط له عناصر، وعنوان البحث ده أنا بختار عنوان جذاب، مش لازم يكون نفس العنوان المنشور والمحدد، إنما بستقيه منه. بكتب مقدمة للملخص العناصر دي والبحث، والهدف منه تبقى هي دي المقدمة. بعدين بكتب الموضوع وهو شرح العناصر عنصر عنصر. في النهاية بكتب ملخص البحث كنتيجة، وبكتب المصادر اللي أنا استعنت بيها. هناخد معانا مثال وهو تسميد مزارع الحاصلات البستانية في الأراضي الجديدة. ده اللي جاي بنص من الوزارة، يعد تسميد مزارع الحاصلات البستانية في الأراضي الجديدة من أهم عوامل نجاح الزراعات بها. أكتب عن هذا الموضوع بكل ما يتضمنه بعد صياغة كافة العناصر للبحث. هو مديني حوالي 15 عنصر استرشاد، طبعا انا مش هاخدهم كلهم، انما هاخد العدد اللي يوفي عنوان البحث اللي انا اخترته. هناخد مثال مع بعض ونشوف ازاي بنكتب البحث. اول حاجة في البحث هي الغلاف، وده مهم جدا لأن بيتكتب عليه عنوان واسم اسم عنوان البحث واسم الطالب والكود والإدارة التعليمية. فأول حاجة عندي في الغلاف اللي محددها الوزارة بكتب وزارة التربية والتعليم في الجدول كده، والتعليم الفني، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة اللي انت فيها، إدارة نقط التعليمية تبع الإدارة اللي انت بتكتبها، اسم الإدارة اللي انت بتتبعها مدرستك، بعد كده اسم مدرستك الثانوية الزراعية، الصف الاول الثانوي الزراعي. طبعا احنا في الصف الاول مفيش تخصصات غير يا اما عام يا اما معني، واحنا هناخد النهارده العام. بحث تطبيق رقم 1 اللي هو التسميد. بعد كده انا اخترت عنوان للبحث، طبعا هو غير قابل للنسخ يعني بالظبط، ما ينفعش. انت اختار عنوان يناسبك وتقدر تكتب فيه. مثال العنوان اللي انا اخترته الخطه التسميديه لمزرعتنا بالظهير الصحراوي الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2019-2020. بعد كده بكتب اسم الطالب، اسمي، واكتب الكود بتاعي اللي انا حصلت عليه من المدرسة او من الموقع الالكتروني اللي سبق وانا اتكلمت عنه. بعد كده ببتدي اكتب عناصر مقدمة البحث. انا كاتبة في المقدمة هنا يتبع والدي برنامج لتسميد المزرعة التي يمتلكها بالظهير الصحراوي، وطبعا عشان ابين هنا ان ده مزرعة جديدة، حيث بدأت تربة المزرعة في التحول من الرملية إلى الصفراء الخفيفة، ويزرع بها بعض محاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية مثل البرسيم الحجازي والشعير والقمح. طبعا البحث عن الحاصلات البستانية، بس أنا بحط المحاصيل دي عشان مفيش مزرعة ما بتحطش محاصيل حقل لاتباع دورة زراعية، والتي نحتاج إلى توافر العناصر الغذائية الكبرى مثل الأزوت والفوسفور وعناصر الصورة مثل الحديد والمنجنيز. ويهدف البرنامج إلى تحسين خواص التربة والمحافظة عليها وارتفاع جودة الحاصلة. كده المقدمة يبقى كده بترتبط بالعنوان اللي أنا كتبته. بعد كده هنبتدي نكتب العناصر اللي أنا اخترتها. أول حاجة تعريف الأسمدة والتسميد، العناصر الغذائية وأقسامها، أهمية العناصر الغذائية للنبات، معرفة حاجة النبات للتسميد، أنواع الأسمدة المستخدمة، طرق ومواعيد إضافة الأسمدة، إنتاج سماد الكومبوست كسماد عضوي بالمزرعة. وبعد كده بكتب نتيجة البحث، وفي الآخر بكتب المصادر. نيجي مثلا في العنصر الأول تعريف الأسمدة.
الأسمدة هي مواد كيميائية صناعية أو طبيعية أو مزيج منهما، وتستخدم لتخصيب التربة بهدف تحسين نمو النبات. على الرغم من أهمية الأسمدة بالنسبة للزراعة الحديثة، فالإفراط في استخدامها يمكن أن يكون له آثار سلبية. ده جزء اللي هو تعريف الأسمدة. بعد كده العنصر الثاني، إيه هي العناصر الغذائية؟ تعريفها: عناصر بتمتصها النباتات من الماء والهواء والتربة بكميات كبيرة، نسميها عناصر ضرورية كبرى، وعناصر صغرى بتحتاج النباتات بكميات صغيرة مثل الحديد والنحاس، وعناصر مفيدة لتحسين النمو لكن غيابها لا يؤثر على النمو، ويحتاجها النبات بكميات ضئيلة للغاية مثل اليود والصوديوم على سبيل المثال. لكن أهمية العناصر الغذائية للنبات، وهبتدي أشرح إيه هي أهمية العناصر دي أنا بحطها ليه للنبات. في عنصر بيؤدي غيابه لنمو غير طبيعي، عنصر آخر لا يستطيع النبات إن هو يستغنى عنه أبدا. دي أهمية العنصر النباتي. معرفة حاجة النبات للتسميد، أنا بعرف إزاي النبات بتاعي في المزرعة بيحتاج للتغذية، وفي طرق كتيرة مكتوبة في الكتاب المدرسي بتاعي أو في الكتب اللي أنا هستعين بيها إزاي بعرف النبات محتاج تسميد. يا إما المحصول إنتاجية الفدان بتقل، يا إما بحلل الأنسجة النباتية وأشوف العناصر الناقصة، يا إما بشوف أعراض لنقص العناصر، ودي بتبقى مختلفة من عنصر لعنصر وبقدر أميزها لما أتعرف عليها. بعد كده أنواع الأسمدة اللي أنا بستخدمها، إما أسمدة عضوية أو معدنية أو مخصبات حيوية. الأسمدة العضوية زي مثلا السماد البلدي، الكومبوست اللي هو المقمرة، سماد مخلفات البيوجاز، الأسمدة الخضراء. الأسمدة المعدنية أو الكيماوية دي عبارة عن مركبات بتحضر صناعيا وتحتوي على عنصر واحد أو أكتر بغرض إضافتها للتربة، وبنضيف على دفعات، ما بنضيفهاش دفعة واحدة حسب نوع النبات وحسب نوع التربة اللي أنا بستخدمها. بعد كده المخصبات الحيوية هناخد منها مثال ونعمله في البحث اللي هو إضافة أو طريقة عمل الكومبوست. طرق ومواعيد إضافة الأسمدة، طبعا الأسمدة العضوية بتختلف إضافتها عن الأسمدة الكيماوية. العضوية دايما بنضيفها قبل الزراعة وأثناء تجهيز الأرض. الأسمدة الكيماوية بضيفها على دفعات زي ما قلت. طرق الإضافة اللي هي السر والنسر والتكبيش والخنادق والتسميد بالرش أو التسميد بالحقن في المياه مع ري بالتنقيط. بعد كده بكتب نبذة عن إزاي أنا بحضر سماد الكمبوست في المزرعة، المواد المطلوبة مني: مخلفات حيوانية نباتية، منشطات، سماد سوبر فوسفات، سماد بلدي ناضج، ماء للترطيب، وبشرح الخطوات بتاعتي إزاي أنا بأنتج كمية من السماد الكومبوست في المزرعة عشان أستفيد من المخلفات النباتية والحيوانية الموجودة وأعظم الفايدة في تحسين المزرعة والإنتاج. ممكن كمان أكتب جدول إضافة أسمدة أنا بستعين بيه في المزرعة، بسجل فيه موعد إضافة السماد ونوع السماد، والأسماء التجارية دي بنجيبها بلاقيها في كل بيت واحد مزارع مننا أو تلميذ بيلاقي شكارة الكيماوي، ممكن يلاقي عليها اسم المنتج الكيماوي والاسم التجاري ليه واسم المادة الفعالة وكميتها كام في المية. أستعين بالكلام ده كله وأنا بكتب البحث بتاعي. كده أنا خلصت البحث بتاعي، يبقى فاضل نتيجة البحث، وإحنا بنقول يمكن زيادة الإنتاج الزراعي في الأراضي الجديدة والمحافظة على خصوبتها في نفس الوقت من خلال إضافة الأسمدة اللي بتحتوي كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات عن طريق عملية التسميد الأرضي أو الورقي أو مياه الري في أنظمة الري الحديثة بالرش والتنقيط. تتضمن كل هذه العملية نجاح إنتاج الحاصلات البستانية وتحسين خواص التربة والمحافظة عليها وعلى جودة المنتج سنة تلو الأخرى. كده البحث بتاعي بقى بسيط وملخص جدا وسهل. المصادر اللي احنا هنستعين بيها: الكتاب المدرسي أساسيات إنتاج الحاصلات البستانية، كتاب الزراعة الحيوية الصف الثاني الزراعي، كتاب الإنتاج النباتي بستين للصف الثاني المهني، كتاب المحاصيل الحقلية، بنك المعرفة، المكتبة الرقمية. كده بقى أنا عملت بحث بسيط وملخص، مش محتاج مني إن أنا أكتب نمطي بالنص من الكتاب، لأ أنا ببتكر العنوان اللي أنا هكتبه وأبتدي أختار العناصر اللي تناسبه وأبتدي أكتبه وأنتهي من البحث بشكل سهل وبسيط جدا. أتمنى إن أنا أكون أفدتكم، مع تمنياتي ليكم.
التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا.